لله فقط، لا طاعة إلا لله، وأي طاعة لغير الله هي معطوفة على طاعة الله. يعني حتى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي بإذن الله، لو لم يكن إذن الله بطاعة رسول الله لحرمت. فالطاعة في الأصل لا تكون إلا للخالق، إلا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. إن لم يكن إذن الله فلا أبدا، لأن الطاعة لا تكون إلا للخالق، من له الفضل عليك، خلقك فأمرك فأطعته. والأمر أمر الله وطاعة الله تخلق صلة بين العبد وبين ربه. أمرك فأطعته، أمرك فأطعته، أمرك فأطعته. هذا الأمر وطاعة يخلق صلة بين الله وبين العبد. هذه الصلة هي التي تظهر يوم القيامة، أن نحن نعيش نرى بأنك أنت وحدك وأنت وحدك وأنت وحدك، كل واحد وحده، لكن ما هي الصلة التي تخلق ليوم القيامة؟ هي الصلة في الله. ما دام هنالك صلة في الله في الدنيا فهي صلة في الله يوم القيامة، لا يوجد صلة في الله في الدنيا فلا صلة لك يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا بالله. ما كان لله، يعني ما من صلة في الله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حتى الأب مع ابنه، والأخ مع أخوه، والابن مع أبوه، يوم القيامة لا صلة، فلا أنساب بينهم يومئذ، لا صلة ولا نسب. لا إله إلا الله. الأب في الدنيا يقتل نفسه من أنشان أولاده، عمال وجد واجتهاد، يعني يقول لك حياته أولاده، حتى يجعل من وجوده في الدنيا أولاده. يقول لك الحمد لله ولدت وكبرت وقريت وخدمت، يعني يشوف نفسه بأنه حقق كل شيء في الدنيا. نظر حياته لأولاده في الدنيا، يوم القيامة لو استطاع أن يكب ابنه في النار لأجل حسنة، ما هذا ابنك، هذا ابنك اللي أعطيته حياتك ووقتك وعملك، الآن تريد أن تكبه في النار لأجل حسنة؟ أي كبه في النار لأجل حسنة، لا صلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لا صلة إلا في الله. هذا، فما دامت صلتنا بالله هي المنجية، الله سبحانه وتعالى جعل وأذن لعبيد أن يطاعوا حتى تكون الصلة بهم صلة بالله. سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على قدمه من أنبياء وأولياء. من له صلة بهذا المقام العالي نجا،
ومن لم ترسله ضاع يوم القيامة، يحشر وحيدا ضائعا تالف، لا من ينقذه ولا من ينظر إليه ولا من يفكر فيه ولو بحسنة، ولو دم لا حبيب له في الله، أمره يوم القيامة عظيم، مسكين من لا حبيب له في الله. بدايتها عند النزع، عند النزع في الموت يحس بالوحدة، يرى نفسه وحيدا في النزع، لا أحد. هذا الميت لما يكون موت في لحظاته الأخيرة لا يرى لا أبا ولا لا يرى أحد، يرى من أحب في الله. فإن لم يكن له حبيب في الله في هذاك اللحظة استلمته الشياطين، استلمه الشيطان، فمن يلقنه هذيك الساعة؟ من يلقنه؟ الشيطان. من يستلمه؟ الشيطان. وحيد مسكين، وحيد. أما من له حبيب في الله فلا يكون وحيدا أبدا أبدا. فالأصل في الطاعة الله، وسر النجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني صليت، يا ليتني حجيت، يا ليتني أنفقت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لما يرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء زمر جماعات مرتبطة برسول الله، يدرك بأن النجاة هي رسول الله، فماذا يقول؟ يا ليتني اتخذت معه. لكن بعيد عليه، بعيد عليه، لم يقول اتخذت مع ذاك الرجل سبيلا. هذا الرجل كان في الدنيا من هو؟ يا ليتني اتخذت معه سبيلا. ما اتخذ معه سبيلا، لم يتخذ سبيلا، اتخذت مع الرسول سبيلا. سيد محمد انت اللي كان نسولك دي اتخذت مع الرسول، اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا النعمة العظمى الكبرى في الدنيا أن تتخذ مع الرسول سبيلا. ما هي صلتك برسول الله؟ صلتنا برسول الله شيخنا، شايفين شي صلة غير الشيخ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن أهل للصلة برسول الله. هذا لا باب إلى رسول الله إلا بالشيخ رضي الله عنه. هذا لا تحلم أن تتصل برسول الله دون شيخك، قلة أدب. تجلس تصلي على النبي وتقول غت تولي عندي صلة بالنبي؟ لا لا، خلي يدك، يدك حتى إن جلست للصلاة على رسول الله لا تجلس إلا وشيخك معك ويدك بيده. وهذه من شيخنا فيها ومعلمنا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة المعراج ترك سيدنا جبريل؟ ما ترك سيدنا جبريل في كل خطوة، إلا لما وصلوا الماء سيدنا النبي قالوا يا جبريل هنا، هنا يترك الحبيب حبيبه، تتركني يا جبريل؟ قال يا محمد هذا حدي، هذا مقامي. أما سيدنا النبي تقدم بدون سيدنا جبريل؟ ما تقدم. فلما سيدنا جبريل اعتذر، اعتذر
لكن هل ترك يده؟ ما ترك يد سيدنا جبريل، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أدبا. ده لا صلة برسول الله إلا بأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطاعة. الله سبحانه وتعالى لم يعطينا أوامر يعني حتى يتأمر علينا، يعني افعل أنت وأنت لا تفعل، وفقط بالطاعة بالأمر والنهي، فقط يريد أن يخلق صلة بينك وبينه. لكن أذن لمن؟ بالأمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن من أذن لسيدنا النبي بأن يطاع؟ إذن كل شيء بإذن. في الطريق إلى الله لا خطوة ولا حركة ولا سكون إلا بإذن. تفعل هذا من أذن لك؟ حتى لما تدعو إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه مأذون. سيدنا الشيخ كفتار رضي الله عنه، لما شيخه أبوه شيخه سيدنا الشيخ محمد أمين لما كتب له الإجازة، الشيخ كتب للمريد لابنه كتب الإجازة وعطاها لابنه، قال له: والله يا ابني ما كتبتها إلا بإذن رسول الله. يعني سيدنا النبي قال لي اكتب إذن، أما من عنده لا. ومرات سمعت شيخي يسأل عن أمر ويقول: لا أستطيع لا أستطيع حتى أستأذن رسول الله الليلة. إذن لا تظن أن الأمور سايبة، الحياة سايبة، هذا نور الله أمر عظيم، والهداية إلى الله أعظم. الله سبحانه وتعالى يعطي لمخلوق سر هداية المخلوقات لله وجذب القلوب إلى الله بنور الله. هذه بدون إذن فوضى. لا، كل شيء بإذن. هذا يعني إنسان لو دوب حياته وصرف حياته وماله أهله ولده لأن يظفر بهؤلاء، فيكون قد دفع قليلا وأخذ كثيرا. أحد الشيوخ سمع مولاي عبد القادر الجيلاني، وكان في المغرب وكان غني، قال: فباع أمواله وباع أملاكه وأراضيه وعملها ذهب، صرفها ذهب وحمل الذهب وسافر إلى بغداد، يعني لم يبقي شيئا، أخذ ماله كله ذهب. وسأل عن الشيخ، لما وصل إلى الشيخ قال له: يا سيدي هذا مالي، أنا جاي من المغرب وهذا كل مالي، على أن تقبلني. فالشيخ حتى ينبهه حتى لا يغتر بنفسه أنه عمل شيء عظيم، لكن في عيننا احنا هذا شيء عظيم. الشيخ لو طلب 100 درهم قال: هذا مال. لكن حتى لا يغتر بعمله قال له: يا ابني، قال له: ما أنفقت هذا المال كله وهذا الذهب وهذا التعب وهذا السفر وهذا التضحية؟ قال له: يا ابني حتى يحطه في مكانه. قال له: لا يساوي عشر معشار شعيرة مما تطلب.
هذا قال له لا شيء، لا تغلط لا تغلط. هذا الأمر والطاعة يخلق الصلة. هذا إذا أكرمك الله بشيخ أو بولي مأذون وأمرك وأطعته، من السعيد؟ أمرك فأطعته، اركب البوزيتيف على النيجاتيف. أمرك فأطعته، أمرك فأطعته، أمرك فأطعته، وجدت الصلة. أمرك فعصيته، أمرك فعصيته، قطعت 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 ولا صلة بينك. فالأمر والنهي لماذا؟ حتى تخلق الصلة فقط. أما الله غني عنك عن طاعتك ولا يتضره معصيتك، الله سبحانه يستفيد، يعني محتاجك تعمل هذه ولا تعمل هذه؟ لا، محتاجك المستفيد أنت. إن أطعت اتصلت، وإن عصيت انقطعت. هذا كلها شبكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطب الأقطاب والأنبياء والأولياء كلهم مستمدون، وكلهم من رم وصول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم من رسول الله، كلهم ملتمس. فأنت فتش على مكان حتى ترتبط. هذا الأنبياء، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، وسيدنا عيسى، والأنبياء بالآلاف. الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم في سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا زكريا وسيدنا مريم، قال سبحانه وتعالى هذه أمتكم أمة واحدة، هذه أمة واحدة، سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا، كلهم أمة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تشوفوا هالأشخاص بعاد عليكم، أنتم أمة واحدة مرتبطة بمن؟ كلها مرتبطة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأطع، أطع من اتصل، أطع. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي، ابن اليهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه سيدنا النبي كان عنده جار يهودي، وكان ابنه يحب سيدنا النبي، يخدمه يعني يحترمه ويجل سيدنا النبي مع أنه يهودي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الولد كان في يحتضر غادي يموت، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه ينقذه، فجال عنده أبوه عند راسه وقال له قل لا إله إلا الله. فالأب ينظر إلى أبوه يهودي لا إله إلا الله، قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأعاد سيدنا النبي، فماذا قال الأب؟ الأب هذا يظهر أنه فطن، قال له أطع أبا القاسم. الأب اليهودي شنو قال له؟ قال له أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله، أمره فأطاع، أمره، فالأب الفطن قال له أطع، فلما أطاع واتصل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم توفى. فسيدنا النبي خرج فرحان، الحمد لله، وهو يقول الحمد لله الذي أنجاه الله من النار بي بطاعة واحدة، اتصل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
فالله سبحانه وتعالى لهذا كل صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني فتش على الذين أنعمت عليهم، فتش عليهم واتصل بهم، ماذا أنت كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ارتبط بالذين أنعمت عليهم حتى لا تبقى ضائع في الدنيا وفي الآخرة أكثر وأعظم. هذا سر النجاة الصلة، والصلة لا تكون إلا بطاعة. لهذا الآية ومن يطع الله والرسول، أطاع الله، أطاع رسول الله اللي في طاعته طاعة الله، أطاع ولي الله الذي في طاعته طاعة رسول الله، ارتبط. فما دام ارتبط فدخلت في الحزب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أين رفيق؟ في الدنيا وفي الآخرة، رافقتهم في الدنيا ترافقهم في الآخرة. فشوف نفسك، من هو رفيقك ومن هو صلتك برسول الله؟ احنا عايشين مغيبون، مغيب نايمين، لا يوقد ابن آدم من يوقده؟ الموت. عند الموت يرى الحقيقة. لهذا أحسن لك تستيقظ الآن ولا عند الموت؟ عند الموت ستروطار. سيدنا عمر رضي الله عنه له كلمة عظيمة، قل موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا. أما لجى الموت الأخير، الموت الأخير بقات في رجعة، لا أرجع. لنشوف صلتك، فإن لم تكن موصولا فاتصل بالطاعة. إذا كان أولياء الله يبايعون على السمع والطاعة، سمعا وطاعة. يأتي المريد إلى الشيخ يقول أبايعك على السمع والطاعة، يعني أطوعك في كل شيء حتى ترتبط. هذا سيدنا موسى المريد موسى، مش النبي موسى. النبي مع بني إسرائيل، مع الخضير مريد. المريد موسى قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني لا أعصي، يعني أطيعك في كل شيء. يعني فلما تطيع بهذا الشكل ارتبطت. حتى سيدنا موسى يريد أن يرتبط بالخضر حتى يأخذ من علمه، لأنه شنو جاب موسى عن الخضر؟ العلم، طلب العلم. فلما تطيع بهذا الشكل تصبح مطاعا. لما تطيع تصبح مطاعا، يؤذن لك بالأمر. ده سيدنا اللهم صل على النبي، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، شنو قال لسيدنا محمد؟ قال له يا محمد إني أرى ربك يطيعك في كل شيء. الله يطيع من الذي يأمر؟ الله ولا سيدنا النبي؟ فسيدنا النبي ما اعترض على الكلمة، فهم المقصود، فقال له يا عم كن مثلي يطيعك كما يطيعني.
كن مثلي يطيعك كما يطيعني، فتكون مطيعا ثم تصبح مطاعا، مطاع في أمرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يعرفنا بقدر أهل الله، ويجعلنا من المطيعين، ولا يجعلنا من العاصين، يعاملونا بتجاوزهم عنا. وجزاكم الله خيرا.